السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بحمد الله يعني تشرفت، والشيخ كمان تشرف بلقائي الله يسعدك. بسيارته العامرة المباركة، خلينا نقول المعمرة. المعمرة. حيا الله الشيخ حسام الله الأهدر. يحييك ويخليك، وأنا صراحة أشكرك إنك يعني أعطيتني يعني من وقتك، الله، وإن كان الفضل لله سبحانه، نعم، ثم لي كمان أنا أعطيتك من وقتك كمان، وهذا من طيب فضل الله عليك. ما في يعني ملعوبة هذه، الله نرد لك يجزاك يا خير. طيب الشيخ اليوم يعني طلعني من بيتي وأنا يعني في عز نومي، قال لي خلينا نطلع إلى أحد الآبار لأني رأيت رؤيا. إيش هي هذه الرؤيا؟ هو الآن حيقولنا إيش الرؤيا هذه اللي أنت يعني رجيتنا فيها ويعني سويت لنا بلبلة فيها. قلنا أول شيء رؤية توديك وتجيبك، هذا أول شيء. حلو، تمام، محمول مكفول. ثاني شيء، طيب. أنا رأيت رؤية قبل كم أسبوع، إني ماشي في شارع العيون في المدينة، نعم، وكنت لابس جاكيت أو كوت، وكأني ماشي. هو نفسه هذا ولا؟ لا لا لا، غيره، كان لون غير هذا. بس تمام. فكأني كنت رايح أصلي ولقيت ناس يتوضوا ومعايا فاس. ظاهر الرؤية طبعا غير التفسير تماما، لكن حكمل لكم الرؤية. الفأس هذا علقته على البزبوز حق الموية، حلو، وتوضأت، وكان منادي ينادي يقول: هذا الماء الذي اغتسل أو استقى منه النبي صلى الله عليه وسلم، ممزوج بالصندل، وحاجة ثانية كلمة أنا ما أذكرها. جميل. وانتهت هذه الرؤية. لا عفوا، قبل ما تنتهي هذه الرؤية طالعت في الفأس وقلت: لا حاجة لي بك، أو ليس لي بك حاجة. جميل. طبعا فسرتها عند أحد المفسرين عن طريق واحد من الشباب، فكان سؤاله المفسر قال: ما اسم الرائي وهل يعاني من التهاب في عينه؟ الله، أنا هنا انصدمت، ما نعرف. فعلا سبحان الله، كان في التهاب في عين اليسرى، لازل ورينا عينك، لازل ما يحتاج فتح النظارة. لا لا، هي الدمع خفيف. فلها كم شهر، سبحان الله. المفسر أصلا ما يعرفني ولا أعرف، ولا قد قابلت ولا أعرف اسمه حتى أصلا يعني. جميل. فكان قلت له لها يعني كم شهر التهاب، فقال يعني هذا من البرد، و يعني لما تتوضأ باللطف لعينك. جميل. وقال: لعلك تذهب إلى أحد آبار المدينة الذي يعني التي استسقى واستقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تكون سبب في شفاء. طبعا الشافي الله عز وجل أولا وآخرا، وهذا سبب من الأسباب. جميل. طبعا أنت إيش دلالة يعني اسمك يعني حسام؟ وذكر أنا عارف أن موضوع الرؤية الاسم يكون جزء منه يعني من الرؤية، بس وكثير يسألوا عن الاسم أول شيء قبل الرؤية. إي ما أدري إيش ما صراحة الدلالة حسام هذه إلى الآن ما وجدت لها تفسير، لكن اللي عرفته الفأس يفسر بالقوة. جميل. فكون إني وضعت الفأس، والعلم عند الله، أنا ماني مفسر، إنه الفأس دليل على القوة، إنك أنت ممكن سلبت هذه القوة يعني ولا؟ لا لا حاجة لي بك، يعني ما أحتاج القوة في غسيل العين مثلا، عشان كذا هو قال مثلا اغسلها بلطف يعني. جميل. وقال أيوة، ذكر إنه البرد كذلك، قال العين هذه بسبب البرد، يمكن نتيجة عن الكوت أو الجاكيت اللي أنا لبسته. جميل. فكان جميل. في بعض جميل. وعشان كذا يا جماعة، الرجال الطيب هذا قال ودينا على أحد الآبار، قلنا خلاص خلينا نلطع كذا خارج المدينة. مسافة كم يعني؟ 70 كيلومتر. أشوف عينه. لا أيوة أيوة. لا لا ورينا. حلوة. لا لا لا، من جد من جد. هي اليسار بس. أيوة عينه. أيوة. شوفوا دمعة. أيوة بكى بكى من من القصة. اليسار فقط، المدينة. أيوة. اليمين ما في شيء. عموما نحن الآن وصلنا إلى منطقة اسمها المسيجيد في المدينة المنورة. هذه قديما كانت تعرف من أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالمنصرف، وهذه طريق يعني وصول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني ذهابه إلى بدر، وكذلك طريقه طريق الهجرة أيضا يقال أنه مر من هذه المواضع، أو عفوا ربما طريق القوافل، كانت يعني هذه المنطقة طريق القوافل كانت تعرف بالمنصرف. فهذه المنطقة مر منها جيش النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى بدر، وهي من المحطات الرئيسية للقوافل. وفي عندنا هنا أحد الآبار النبوية اللي شرب منها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي بئر الروحاء، وتعرف أيضا ببئر الأنبياء. ولنا يعني تصاوير كثيرة في هذه المنطقة لعلكم ترجعون إليها. الآن نحن حننزل على بئر الروحاء، وإن شاء الله حيغسل وجهه
راح يغسل عينه بلطف تروش شديد، تروش اي كل شيء، خذ معك سفري على المدينة، مشوار واحد. ايوه ما شاء الله. يلا بسم الله ننزل. طبعا من المعلومات اللي ما يعرف الشيخ حسام انه نحن الان بين قطعتين من قطع الجنة. الشيخ حسام عندنا هذا الوادي اسمه وادي سجاسج او وادي سجسج، وهو وادي من أودية الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الجبل اللي بعيد يمكن ربما ما يرى من أشعة الشمس، وعفواً جبل، أنا قلت كأنه وادي قلت صح؟ أي لا، جبل، جبل هذا لا يرى يعني لأنه في أشعة شمس قوية، فهذا الجبل اسمه جبل ورقان أو جبل حمت، وهو جبل من جبال الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنطقة هذه كلها مباركة. الآن ندخل إلى داخل البئر، يبغى لك الآن تسوي نزول بعدين صعود. بسم الله. هذا هو البئر، بئر الروحاء أو بئر الأنبياء، ومن هذا المكان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم سيهل من هذه المنطقة حاجا أو معتمرا أو لا يجمع الله له بينهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. طيب الآن الشيخ تعال الشيخ، طبعا هم جزاهم الله خير الحكومة مادين مواسير كذا ومزبطين لك الموضوع، وكان في براد إلى عهد قريب بس ما أدري كأنه في إعادة ترتيب للمنطقة، فالبراد شالوا، لكن هذه المياه، هذه المياه من البير نفسها. يلا الشيخ، الشيخ ما يبغى يتصور قاعد يغسل، لا غسل عشان نشوف عيونك يمكن تشفى الآن، الله الشاهد والمعافي والله. طيب يلا ها بشر الشيخ حسام. الأمور طيبة يبان بعدين مو دحين، ما على طول يعني يكون فيكون. طيب هذا تحدي، هل تستطيع قطع هذه المسافة على هذا الخشب كذا وتمر على الجهة الثانية وترجع؟ والله ما أستطيع. تحدي يعني كذا يمكن يكون في مقابل. لا تتحدى اكبر منك. طيب اتكسر هنا ليش؟ يعني حتى ان كان المقابل 5 ريال. والله النفس رخيصه كذا 5 ريال. بسم الله. لا تهور ها. اي روح. لا شوف. بسم الله انا كذا قريب عليك. انا خايف اني اطيح انا قبلك. طيب. خلاص فشل التحدي. ما حيقدر يتحداني، خلاص خسر التحدي، هات 5 ريال. 50 ريال حلو ما في صرف. ها طبعا هذا المسجد مسجد الروحاء، ايضا يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في هذه المواضع، وايضا يوجد مسجد اخر لكن لا يعلم عينه، انما تعلم جهته يقال انه في هذه المواضع تقريبا، لانه المسجد اندثر منذ قديم الزمن، والمسجد يعرف بمسجد شرف الروحاء، وايضا يوجد ايضا موضع يقال انه موضع مسجد عرق الظبية، وهذه كلها هذه المواضع في هذه النواحي المباركة في منطقة المنصرف، وايضا عندنا في قرية المسيجيد في الامام عندنا مسجد يعرف بمسجد الغزالة، الان يبنى مسجد اخر، هذا المسجد سيكون ان شاء الله قريبا يعني يستقبل المصلين قريبا بإذن الله تعالى. وهذه البركة هي بركة طاز، في أحد عصور أظن الدولة المملوكية بنيت هذه البركة ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا. كان معكم أخوكم محمد الرئيس، وكان معكم المريض الله يشفيه الشيخ حسام الأدل، وإن شاء الله نلقى. إيش قاعد تسب أنت ولا إيش؟ نلقاكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، فكونوا معنا. آمين وإياك. يلا إلى المدينة والحافظ الله. المدينة والحافظ الله. يلا بسم الله.